ده اديكم حديث عظيم كويس. الجمعة، والله يا اخواننا الجمعة دي الناس ما قاعدين يهتموا بها. الجمعة، اسمع الكلام ده كويس. شنو؟ ها؟ الجمعة. انت داير حسرات كثيرة ولا شوية؟ يوم الجمعة اقفل الموبايل واقفل نفسك على الجمعة دي وامشي المسجد بدري. شوف الرسول قال شنو؟ قال صلى الله عليه وسلم: والحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث ده: من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل إنقاء، غسل جسمه يعني، لأنه الجمعة قام مشى يتنظف، اندعك بالصابون وغسل، واغتسل جنابة طهارة يعني تعبدا، أو غسل يعني كان سببا في اغتسال زوجته، غسلها أي كان سببا بجماعه لها وبإعطاء حقها الشرعي، كان سببا في اغتسالها. واغتسل هو وبكر وابتكر. بكر يعني أتى المسجد مبكرا، وابتكر قصد أن يأتي المسجد مبكرا، يعني بكر بدري وقصدي بدري. ما في زول يقول لك والله ذي الجمعة أنا ما عندي أي شغل، حب أمشي الجامع. تمام، ده عنده شغلة، عنده شنو؟ شغلة. لكن قال يا إخواننا نحن جارين في الدنيا دي 6 أيام، اليوم السابع ده لمنو؟ ها؟ لله. ولحد صلاة الجمعة بس. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، جاب شنو؟ بكرعه ودنا من الإمام، قعد جنب الإمام ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو، ما هبش ما تكلم في أثناء الخطبة. كتب له بكل خطوة أجر سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. كتب له بكل خطوة أجر سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. أي خطوة سنة بتقوم ليلة يوميا وصايم فيها كل يوم. يا ناس الشيء ده عليك الله ما عظيم؟ الشيء عظيم. والجهد شنو؟ بسيط، حاجة بسيطة. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها.